في بنت عمرها 11 سنة سألتني أبي مكون كيك يكون سهل والمكونات تكون متوفرة في كل بيت، أسهل كيك في العالم. بتجيبي آيس كريم أي فليفر بتحبيه، بتحطي عليه طحين مخمر. الطحين المخمر بيكون جاهز بالسوبر ماركت، اسمه سيلف رايزنج فلاور، وإذا ما عندك بتقدر تعمليه بالبيت. كوب طحين وملعقة ونص بيكنج باودر وربع ملعقة ملح، وبهيك بيكون خلص الكيك معنا. وبتقدر تحطيه بأي قالب بتحبيه، أنا حبيت أحطه بقالب المافن، وبدخل الفرن على حرارة 180 ربع ساعة. كتير بيشبه اللي موجود بستاربكس، تقدر تدهنوا عليه زبدة مربى، أنا حبيت أحط عليه نوتيلا. وهلأ راح أفرجيكم كيف الكيك من جوا، ولتخليه أحلى فيك تضيفي جولد فليكس طلبته من أمازون، قابل للأكل. والكيك من جوا كتير طيب، كتير طيبة مع الشاي مع الكوفي، وكتير سهلة وسريعة. وأكيد رح أرد على باقي الأسئلة الموجودة بالبايو، واللي عنده أي سؤال تاني يسأل.